الأمراض المتعلقة بشرايين القلب هي الأمراض الأكثر شيوعا في مجموعة أمراض القلب، وهي كذلك الأكثر شيوعا في مجمل الأمراض عموما التي تصيب الإنسان. هناك عدة عوامل خطورة تؤدي إلى الإصابة بأمراض شرايين القلب، وهذه عوامل الخطورة يمكن تقسيمها إلى نوعين: عوامل خطورة مزمنة مثل العوامل المشهورة عن أمراض القلب مثل الضغط والسكري وزيادة الوزن وقلة النشاط والتدخين، وهذه من عوامل الخطورة المزمنة وينبغي تحييدها من أجل تقليل الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وهناك أيضا عوامل خطورة حادة أو سريعة ممكن تؤدي إلى الإصابة بجلطات قلبية أو ذبحات صدرية، وهي أمور ليست مشهورة كثيرا، وهذه العوامل تتمثل في الغضب المفرط، الزعل الشديد، أو بذل نشاط غير معتاد في وقت قصير جدا، أو تناول منشطات مثل أدوية أو مشروبات قد تؤدي إلى حدوث بعض الذبحات الصدرية أو الجلطات القلبية لدى المرضى. ومن أجل تقليل الإصابة بأمراض القلب والشرايين ينبغي العمل على تحييد عوامل الخطورة المزمنة، وكذلك العمل على تحييد عوامل الخطورة الحادة بواسطة الإجراءات المتبعة للوقاية من أمراض القلب والشرايين.